السلام عليكم. المستمع ياء ميم عين مقيم بالمملكة يقول: نحن نعيش في الريف، ومن الطبيعي السلام على الحريم هناك من العائلة وخارج العائلة باليد، وإذا لم يسلم الواحد منا يقال عنه متكبر، فما حكم ذلك؟ يكفي السلام بالكلام، وأما المصافحة للنساء غير المحارم فإنها لا تجوز، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يصافح النساء وكان يبايعهن بالكلام. قالت عائشة رضي الله عنها: ما مست يد رسول الله صلى الله عليه وسلم يد امرأة لا تحل له قط. فلا تجوز مصافحة النساء لما فيها النساء غير المحارم وغير الزوجة، لا تجوز لما في ذلك من الفتنة. وكون هذا يخالف عادات أهل بلدكم أو جماعتكم هذا لا يسوغ فعل المحرم. الواجب على المسلمين أن يتركوا العوائد التي تخالف الشرع، ولا يجوز لهم أن يخضعوا الشرع في عوائدهم وأفعالهم هم. واجب العكس، أن الشرع هو الذي يحكم العوائد ويحكم الأفعال والعادات والتقاليد. نعم.